وقت البراول تولك، عودة الصناديق، اثنين ابطال جدد، تحديثات جديدة على المجتمع، اضافة المتجمع الممتع، وجميع هاي التفاصيل في هذا الفيديو. وهذا الميزات راح ينضافها في السيزون القادم. لايك اشتراك وبس، خليكم يا الفيديو. عودة الصناديق، براول ستارز بنفسها نشرت خبر انه راح يراجعون الصناديق ونصروا هاي الصورة باكثر من موقع تواصل، يعني على انستغرام وتويتر ومن هذا القبيل، يعني على جميع مواقع التواصل، وكذلك نزلوا صورة العرض الاول الخاصة بالبراول تولك. إذا ما تعرف معنى هاي الصورة حق قاعد يلمحولك على أشياء راح يتم إضافتها في البراول تولك ومن هذا القبيل، يعني يوم غدا. المهم إن صورة العرض الأول الخاصة بالبراول تولك موجود بطل معين وفرانك وكذلك هذا الصندوق العملاق القديم. لكن نترك كل شيء ونركز على الصناديق. هل الصناديق راح ترجع بنسبة 100%؟ حبقلك إيه، راح ترجع بنسبة 100%، لكن مو نفس الصناديق القديمة. بمعنى إنه راح يرجعون الصناديق بس مو نفس الميزات القديمة، إنه يعطيك نقاط على هذول الأبطال أو من هذا القبيل، راح يرجعون لكن بميزات مختلفة. مثلاً احتمال إنه راح يعطيك بس أرصدة أو عتادة ومن هذا القبيل. لكن انا حسب توقعاتي انه راح يضيفون هذا الصندوق بنفس الستار دروب، بمعنى انه راح يضيفون ميزات الستار دروب داخل هذا الصندوق العملاق، بمعنى انه بدل ما يعطينا شيء واحد راح يعطينا اكثر من شيء معين. مثلا ظهر لك السكين راح يظهر لك شيء ثاني ورا هذا السكين، احتمال هايبر شادو صندوق، يعني اكثر من ستار دروب في صندوق واحد. لكن كيف راح نحصل على الصندوق؟ ها بقول لك انه راح يضيفون اكثر من خيار انه نحصل على هذا الصندوق. احتمال انه راح يكون حدث مؤقت لهذا الصندوق او راح يرجع بنسبه 100%. اذا كان حدث راح يكون نفس البيضه الخاصه بالجودزيلا، انه لازم نلعب جيم لاجل نحصل على هذا الصندوق او ننجز بعض المهام لاجل نحصلها. اذا تم اضافه هذا الصندوق بشكل رسمي راح نحصل عليه اكثر من ثلاث طرق او طريقتين او طريقه واحده. الطريقه الاولى انه راح نحصل عليه من البراول باس بلاس، بمعنى تحب الصناديق القديمه اشحن البراول باس لاجل تفتحها مره اخرى. والطريقه الثانيه انه راح تقدر تحصل عليه من خلال مسار الكوس او من احد المسارات الثانيه داخل اللعبه، او راح تقدر تشتري من خلال ارصده او تنجز بعض المهام. لكن اذا ندخل على الوصف الخاص بالبراول فوق راح نركز على اكثر من شيء معين داخل هذا الوصف. لكن قبل ما نقرا العنوان الخاص بالبراول تولك لازم نركز بالعنوان. العنوان باسم عودة الصناديق العملاقة، بمعنى ان الصناديق راح ترجع بشكل رسمي او راح تكون بشكل مؤقت. المهم اذا نقرا الوصف راح نسترجع الاشياء الاكثر طلبا في براول ستارز، بمعنى هو الصناديق العملاقة اكثر شيء طلبا حاليا في براول ستارز النيو، يعني بنسبة 80% و 90% من اللاعبين انه يريدون يرجعون الصناديق. وكذلك بجانب البطلين الجديدين، بمعنى انه راح نحصل على بطلين جديدين بالسيزون القادم، وايضا اذا كم راح نحصل على مظاهر كثيرة، واخر شيء تحسينات المجتمع. لكن حاليا احنا مركزين على الصناديق. اذا تركز بالهاشتاجات تحت راح تشوف انه مكتوب براول ستارز وبراول تولك وهذا الهاشتاج الغريب. لكن اذا ترجم هذا الهاشتاج راح يظهر لك باسم براول كلاسيك او براول ستارز الكلاسيكي او من هذا القبيل، يعني انه كل شيء راح يكون كلاسيكي، بمعنى انه السيزون القادم راح يكون كلاسيكي او من هذا القبيل. المهم انتهينا من كل شيء يخص الصناديق، ننتقل على البطلين الجدد. لكن قبل كل شيء نسيت اذكر لكم انه الصناديق راح يرجع فقط صندوق واحد هو صندوق العملاق، بمعنى انه ما راح نحصل على صندوق كبير او صغير او من هذا القبيل، فقط صندوق عملاق. يعني تركز بهذا الشيء، اذا كان فقط صندوق عملاق فانه راح يرجع بنسبه 100% او فقط على حدث معين. لكن اذا ركز بالموضوع انه براول ستارز قالت انه ما راح ترجع الصناديق بنسبه 100% ومن هذا القبيل، بمعنى انه راح يرجعوه فقط بحدث معين، بمعنى انه راح يرجع وراح ينحذف مره اخرى. واتمنى ان الصناديق راح تبقى دائما، لكن هذا الشيء مو خيار للشركه. الابطال الجدد، حاليا راح يكون عندنا اكثر من بطلين ومن هذا القبيل، لكن من هم هذول الابطال؟ راح نوضح لكم جميع الاشياء من خلال هذول الرسومات الموجوده بالبراول تولك. اولا بطل القلعه، بكل اختصار جميعا نعرف انه عندك اكثر من اش وقرون، ما عندهم اي بطل منذ سنوات حرفيا جدا طويله، والا الان ما اضافوا لهم بطل، واحتمال انه راح يتم اضافته بنسبه 100%. اذا تركز على شكل البطل راح تشاهد انه بطل نحيف من هذا الشيء، ولكن اهم شيء عنده ممسحه، وجميعا نعرف انه هالممسحه يستخدموها اكثر شيء لتنظيف الاراضي ومن هذا القبيل، يعني شيء غريب حرفيا. لكن اذا تركز على مهنات الابطال الموجوده بالقلعه راح تشاهد انه اش هو كناس، وعندك قروم انه راح يكون راعي اطفال قديم ومن هذا القبيل، والثالث راح يكون ممسحه او راح يكون الخاص بتمسيح الاراضي ومن هذا القبيل الخاصه بالقلعه. يعني حرفيا تحس شيء منطقي انه لازم يكون اكو مساحين في القلعات من هذا القبيل، واذا ما كان هذا من المساحين او من هذا الشيء احتمال انه راح يكون طباخ، لان بالقلعات تعرفون لازم اكو طباخين. لكن اللي ما تعرفه انه اش عنده سكيل الخاص بالطبخ، يعني احتمال انه اش مو فقط مساح من هذا القبيل او كناس، راح يكون طباخ ايضا. المهم نقدر نقول انه هذا البطل راح يكون مع ثلاثيه اش. اذا ركز في ثلاثيات الابطال راح نشاهد انه جميع الثلاثيات مكتمله الا 12 ثلاثيه، وبعض الثلاثيات جديده فاحتمال ما يضيف لها شيء. تحديدا اذا ركز في ثلاثيات الابطال الغير مكتمله راح نشاهد انه اكثر ثلاثيتين قديمه ما لهم ابطال هو جروم وماندي. عارفين اذا ثلاثيتين جدا قديمه وما حصلوا على ابطال الى الان، وايضا عندك ثلاثيه القاع الهامور او من هذا القبيل مثل اوتيس. لكن اذا نجيب هذا البطل مع هاي الثلاثيات، مثلا هذا الرسام او المساح، راح نشوف انه هذا البطل راح يتناسق مع اكثر من شخص. على سبيل المثال اذا كان مساح راضي راح يكون مع ثلاثيه جروم، لان عندهم قلعه ولازم اكو مساح. اذا كان مع ماندي ايضا لازم يمسح، لان هو عندهم قصر من هذا القبيل، وايضا احتمال يكون مع اركي، لان حديقه ستار بارك ايضا عباره عن حديقه
طريقة ألعاب من هذا القبيل لازم أكون منظفين من هاي الأشياء. وآخر بطل نيجلاند نتوقع أنه راح يكون مع تشارلي، لأن أيضا عندهم مسرح والمسرح لازم نتنظيفه من هذا القبيل. لكن أكثر هدفين هو راح يكون مع جروم أو مادي، لأن عندهم قلعة ومن هذا الأشياء. نفترض إذا ما كانت ممسحة احتمال تكون فرشة تلوين، أو راح يكون رسام، راح يكون مع تشارلي، أو راح يكون مع كات، لأن حرفيا هو عبارة عن كرتون ومن هاي الأشياء. واحتمال أيضا جدا بسيط يكون مع ثلاثية آش، لأن بالقلعة أيضا يحصلون على الرسامين يرسمون الملوك وكذا. يعني حرفيا إنه كل الأدلة تثبت إنه لازم يكون مع ثلاثية آش أو راح يكون مع مادي. يعني حرفيا لازم هذا البطل يكون مع واحد من هاي الثلاثيات، ولا ما كان راح يكون خيبة أمل. نركز بالثلاثيات الأخرى، راح نشاهد إنه عندك تشارلي ما حصلت على أي بطل إلى الآن، وكذلك عندك كات ومن هذا القبيل، وعندك أوتس وغيره من ذول الأبطال، لكن أكثر شيء هو تشارلي حاليا. إذا ما كان مع تشارلي راح يكون مع ماندي، لأن حرفيا ذول ما حصلوا على أي أبطال إلى الآن. المهم نترك ذول الأبطال ونركز على أهم شيء هو تحسين المجتمع. إذا نرجع فترة جدا قديمة راح نذكر إنه فرانك رسم خريطة هاي تتوقع التحديثات الخاصة باللعبة المستقبلية ومن هذا الشيء. وكذلك مو فقط على هذا الشيء راح نركز، أيضا إذا نركز قديما راح نشاهد إنه فرانك كان يتحدث على شيء باسم التجمع الممتع الخاص ببراوسرز الصينية. يعني شخص سأل إنه راح يضيفون المتجمع الممتع الخاص ببراوسرز الصينية داخل براوسرز، قال إنه راح يضيفون هذا الشيء لكن بطريقة أفضل من براوسرز الصينية ومن هذا الشيء. وكذلك مو فقط على براوسرز الصينية أو المتجمع الممتع، كذلك تحدثوا على المطابقة. مثلا أنت حاليا جاي تبحث على بطل أو لاعب في ماب الشوداون لأجل يكمل معاك المهام ومن هذا الشيء، لكن بشكل عشوائي. احتمال إنه راح يعدلون على هذا الشيء وراح يخلون المطابقة بشكل أفضل، بمعنى إنك تبحث على لاعب مفيد راح يساعدك بالمباراة بنسبة جدا عالية وما يحتاج تطرده. يعني احتمال من بين هذين الاثنين راح يضيفون واحد من عدهن، أو اثنيناتهم راح يضيفوها مباشرة. يعني هذا الشيء حرفيا جدا رهيب، إنه تخيل راح تدخل مع ناس نفس المتجمع الممتع الخاص ببراوسرز الصينية، ناقصهم بس مايك، أو على الأفضل إنه لازم يضيفون المايك، لأن حرفيا راح نسمع سب. المهم نترك جميع الأشياء ونركز على الأبطال راح يحصلون على سكنات. السكنات، البطل الأول احتمال راح يكون جايل، السبب هو إنه راح يحصل على هايبر شارج. يعني تخيل إنه البطل راح يحصل على هايبر شارج مستحيل ما يحصل مع سكن هدية ومن هذا الشيء. يعني حرفيا جميع ذول الأبطال اللي عندهم هايبر شارج حاليا نصهم ما عندهم أي سكنات، أو عندهم سكنات بسعر جدا غالي، يعني كلهن ب 29 جوهرة، أو نقدر نقول ما عندهم أي سكنات أصلا. على سبيل المثال عندك جايل، آخر مرة حصل على سكن في سيزن لولا، يعني حرفيا يعني فترة جدا طويلة، يمكن راح يموت داخل اللعبة وما راح يحصل على سكن. وأيضا ما ننسى إنه عندك أنجلو، أول ما نزل إلى الآن ما عنده أي سكن، لكن فرانك راح يحصل على سكن بنسبة 100%، هو نفس الخاص بفرانك الملك من هذا القبيل. وكذلك عندك بايبر عندها سكنات فما يحتاجون هذول الأبطال. لكن أهم أبطال لازم يحصلون على سكنات هو جايل وأنجلو وإيمز، وعندك أيضا بارلي. يعني حرفيا جميع هذول الأبطال راح يحصلون على سكنات في السيزون القادم بنسبة جدا عالية، وأتمنى إنه هذا الشيء راح يصير. المهم أبغى وصلنا نهاية هذا الفيديو. عجيب، ليش اكو راين موجود بهاي الصورة؟ شنو احتمال راح يكون عندنا سيزن الزمن؟ ما هو مهم. او لحظة، يمكن كلامي صحيح. لحظة، شنو هذا؟